خارج المسجد. قال وضبط البغوي الفحشة بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار. يعني هذا الفحش إنه إذا أنت على قضاء الحاجة يكون أكثر وقتك قضية في الذهاب إلى قضاء إيش؟ الحاجة. قال ولو عاد مريضا في طريقه أو صار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه، فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. يعني فيش مشكلة إن ما يعمل مريض يجمله زور، بشرط إنه يكون وين؟ في طريقه ما يطولش. كذلك له أن يزور شخص يعني ضيفا جاء برضه بالطريق على إنه إيش؟ لا يخرج عن الطريق ولا يطيل. قال ولو صدق في طريقه على فإن لم يطلبها ولم يعد إليها عن طريقه جاز. يعني حتى لو الطريق جاي تبين يصلي إيش؟ جنازة، بشرط إنه ما يغيرش الطريق ولا ينتظرها. قال وإلا فلا، يعني إذا كان يعدل عن الطريق وينتظر أو ينتظر الجنازة لا. قال ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه. كان فيش مشكلة يخرج من الاعتكاف، يعني لو خرج نسيانا إنه خرج ناس إنه معتكف لا يبطل الاعتكاف ولو طال إيش؟ خروجه. قال ولا مانع من الخروج لعذر من حيض او نفاس ان طالت مده الاعتكاف بان كانت لا تخلو عنه غالبا او جنابه من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ او عذر مرض ولو جنونا او اغماء لا يمكن المقام معه، اي يشق معه المقام في المسجد لحاجه فرش وخادم ورد الطبيب أو يخاف من تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة فينقطع التتابع بالخروج له. إذا أيضا يعني المرأة يجوز لها أن تخرج من اعتكافها المنذور لعذر حيض أو نفاس لأنه طبعا أصلا هو الحائض لا تتكف والنفاس لا تتكف، فيجب أن تخرج عن الحائض أو النفاس إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عن الحيض غالبا. كذلك الجنب له أن يخرج إنه ممنوع ينكث فيه. كذلك المريض مرض يشق معه المقام في المسجد، مش مرض خفيف ولا راس بسيط، يشق معه المقام في المسجد والجنون ايضا عذر. قالوا في معنى المرض الخوف من لص او حريق ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب الى مناره منفصله عن المسجد قريبه منه للاذان لانها مبنيه له معدوده من توابعه وقد اعتاد الراتب صعودها والف الناس صوته ويعذر فيه ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه. إذا يعني قلنا المريض مرضا يشق معه البقاء في المسجد يجوز له الخروج وقالوا في معنى المريض الخوف من لص أو حريق، خاف أنه لص يعتدي عليه معتكف لحاله في المسجد يجي يسرق ويشفشته أو يصير حريق في المسجد أو صار حريق في المسجد يضل معتكف بنهر في المسجد. لا، إذا خاف من لص أو حريق معايا في فرق بين الخوف وبين الحدوث، مش شرط ان يحدث، لا خاف صار تخوف في قرينه علانيه ممكن يصير كذا له ان يخرج. قال والمؤذن ايضا له ان يخرج للمناره ليؤذن فيها ان كانت خارج المسجد، في المنارات تكون احيانا خارج المسجد بحيث كله يطلع يؤذن الى الناس معتادين على الامر، يعني اللي هو معتاد على هذا الامر، اما اذا والله هو عادة لا يؤذن في هذه المنارة ما يخرجش، أما إذا عاد يؤذن في المنارة يخرج. قال ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد لعذر لا يقطع التتابع.
كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة. يعني احنا قلنا ان الحائض والنفاس لها الخروج من المسجد، والجنب لها الخروج اسمه له من المسجد الشركة، لكن هؤلاء اللي اجزناهم خروج المسجد بعذر يجب ان يقضوا الوقت، ان يقضوا اليوم الذي خرجوا فيه اذا كان احتكافه يشبه له منظورا. يعني الحائض والنفساء والجنب اذا خرجوا من المسجد لا بد ان يقضوا ايش هذه الايام اذا كان احتكافه ايش منظورا. قالوا يجب في اعتكاف منظور متتابع. اذا كان متتابع اخذ انه كان متتابع، يعني شو متتابع؟ قال نذرت ان اعتكف مثلا 30 يوما متتابعا، لكن قال نذرت ان اعتكف 30 يوما وانا متتابع مش شرط معها في السنه كلياتها مش هيك؟ هناك عن اعتكاف يشمله متتابع، نذرت ان اعتكف 10 ايام متتابعه هذا اسمه تتابع. لكن اذا ما قيدتش التتابع معاها كل ايام السنه تخيرها وانت مذهب. قال ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من المسجد بعذر لا يقطع التتابع كزمن الحيض والنفاس والجنابه. احنا قلنا الحيض والنفاس والجنابه ما بيقطعش التتابع مش هيك؟ لكن لابد ان تقضي هذا الزمن اذا كانت قد نظرت ايش؟ تتابع. او حتى لو لم تتابع انه هي نظرت مثلا 10 ايام مش هيك؟ ايام الحيض خرجت مظبوط؟ خرجت 3 ايام ايام الحيض. فهنا ستقضي قديش؟ 3 ايام، لان نظرت قديش هي عمليا؟ 10 ايام. والنفاس كذلك والجن كذلك، لانه غير معتكف فيه الا زمن نحو التفرز مما يطلب الخروج له، يعني اذا خرج لقضاء حاجه لا يقضي هذا الوقت، او خرج لاكل او غسل جنابه لا يقضي ايش؟ هذا الوقت، او لاذان لا يقضي هذا الوقت. قال بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعده وحيض ونفاس، هذا الذي خرج من اجل المرض والمراه من اجل عده ولاجل النفاس والحيض هذا الزمن يطول، لابد ان تقضي ايش؟ هذه الايام. وان كان الخروج جائز ولا يقطع التتابع، لكن لابد ان تقضي انه الزمن يشمله الزمن يطول. لكن لو خرج لعذر قضاء الحاجه او لاكل او لشرب او غسل جنابه او اذان مؤذن لا يجب ان يقضي هذه ايش؟ هذا الزمن، لان الزمن هذا يشمله لا يطول. خلاف الحائض والنفساء واليومين والثلاث والاربع مش هيك؟ تخرج تقضي اذا كان قد نذرت تتابع الاعتكاف مش مشكلة، نذرت الاعتكاف مش مشكلة، هو التتابع لا ينقطع، التتابع لا ينقطع. يعني هي الحائض إذا خرجت والنفاس إذا خرجت والجنب إذا خرج للاغتسال والمريض إذا خرج التتابع لا ينقطع، التتابع قائم، ولكن لأنه الزمن يطول لابد أن يقضي هذا الوقت اللي هو خرج فيه، خرج 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام لابد أن يقضي. لكن اللي خرج للأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة هذا الوقت لا يطول عرفا، فلذلك لا يقضي، والتتابع لا ينقطع في هذه الحالة. وجائز تخرج، لما جائز تخرج معناته التتابع لا ينقطع، لكن تقضي لأن الاعتكاف يشمله نذر من